السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو المرة كمان على طلبكم. طلبتوا مني اعمل فيديو دو سكوات بخريطة سان هوك وجيب عدد كيلات 20 كيل، وهذا طلب كان على طلب احد المتابعين. كتب لي بالتعليقات اتحداك تنزل بسان هوك وتجيب 20 كيل وما فوق. فهذا الجيم نزلنا سان هوك وفي عدد كيلات حلوة، وان شاء الله تكون عقد التحدي وجبت فوق 20 كيل. فهلا قبل ما نبلش الفيديو، مثل ما قلت لكم من سابقا ودائما اقول، اذا اول مره عم تتابعني وعم تشوف غير فيديوهاتي، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه. وانت عم تتابعني لا تنسى تعطينا لايك وتكتب لنا كومنت حلو على ذوقك، وتعمل شير لانه شيرات ببلاش ولايكات ببلاش. اعمل لايكات لجماعه، اعملوا لي لايك واعمل شير لجماعتك، خليني كمان اشوف الفيديو، وانشروا القناة بين اصدقائكم، خلينا نوصل لاكبر عدد من المشتركين. وربي يسعدكم واحبكم كتير. هلا بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، شوفكم فيديو جديد. السلام عليكم. سكواد الحارب، سكواد المعاقب، بدك تتحدى ايه؟ تحمل العواقب، خالف للمسؤولية، إذا صابت إفراط، شعور بالفشل، كآبة وانحطاط، لا تلومني شو بساوي، أنت اللي تحديت، لو كنت مكانك حالي بهالموقف ما رميت، سكوادي قادر إنه زلزل لك أرضك خليك مجنون يو. خلينا قبل المحل القريب، قريب 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 محل قريب. بلال تعمل، بلال تعال هون. ليكو عنا يلا تعال جوا. يلا على الشباك هنا. في واحد مطلع. يلا عمو، يلا 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 عمو. سرقت كيل يوا. ها؟ سرقنا كيل. عندك طلق اخضر. ال شو اسمه؟ استنى انزل انزل قدامه. في واحد هون. ليكو هذول اجوا. عم يضرب مثل البوت. على اساس شو انه انا بوت. يلا روح. محشي البراري.
ما اوفر. صار في عالم بهذا الطرف؟ شيل الدم. معي مساحة بس يلا. ليك؟ أنا سنايبر. خب بيتك شو محظوظ بالهيدي. قتل الديب. الثعلب بخاف من خياله. طيب وين السيارة؟ وين موتور؟ وين دراجة؟ وين بسكليت؟ ليك 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 ليك. هذا اللي شو بوات شو عم يصير معك؟ شو بعرفني؟ يا خلصنا ضربه اوصوها لك ما عم يموت. استنى استنى شطر من مسكون هذا كانوا في فلير؟ ثاني طيارة عم تجي ليك نزلي عنا حبابة انت يا حبابة عيب عليك عيب 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 هي هي تعال تعال شوف سكوبات يا زلمة تعال شوف سكوبات جايب لنا سنايبر الله يخلينا اياك يا رب خلي لك احبابك تعرف كم دم عندي قلت لك فلير ليكو ها تعال يلا خلينا نهيل يا بني ادم لك هيل وانت عم تمشي يا زلمه لكيم لا ترحم نعم صحيح الساعة 7 الصبح عم بشرب كول انا الساعة 8 يا حبيبي المهم 8 اشرب كولا تشرب كولا يا زلمه ما ضل عالم هلا كانوا أكثر من 20 15 والله بلعن أفطاسك لما بتسرق عم نسألك ولا ماشي نسرقه لاعب ولا لاعب لاعب فنش لي هذاك اللي نزلته كلات يلا دوك عين الفلاي ايه شو اخذها من هيك ايه ايه ورا صخرة من بعيد enemies ahead ايه في رفيق هون عليك ورصة كيل؟ ايه كفو ما يطلع كيف طاع عينك شو محظوظ وين عم تشوفه؟ لا تلتهي باللوت ما عم تلتهي باللوت محظوظ عم باكل ضرب كمان قل لي مالي جذاب للرصاص وما كل العالم عم تضرب عليه قبل ما يضرب عليك لا والله مو دائما
شو مو دائما يا زلمة؟ هذاك الجيم اللي قبل هاد يا زلمة فتت جوات الغرفة وشالني بطلقته وهو بالكريدور. اسرع شوي لو سمحت يعني. نروح بالقارة؟ والله قريب الزون بس نروح على القارب بس ما اعرف من اين سوف ياتينا الضرب. تعال يلا يا بيبي. بربك بربك اجيت لهنيك ما عاد تمشي. تعال امشي امشي على الزون امشي. وصلت ارجع انزل وصلت على شاطئ دلتو جن. لك انت وحش البراري بس لو في منك اثنين. انا وحش البحار. ما انت ابن اللاطقية شو بده يطلع منك؟ هلا معلم ما يكون حدا معه سنايبر ويستلمنا. ما شو عم قل لك؟ ليك شوف شبوط يا زلمة عم بسبح وسابقك. شبوط شو هاد شبوط؟ مو حيوان بالمي؟ نوع سمك يعني. ايه خلص ليك نهاية عم بشبط شبط بالماي. اخطبوط. وليكو ليكو قدامنا قدامنا قدامنا. انا شلت واحد معك شامس. صبت واحد لابس زهري. نزلته ابو الزهره. ايه تعال مرته كلات يلا. انا شلت واحد على التلة اللي على اليسار. لا مقفي حق علي الا بلا بده يقوصني. شو عامل له الثاني صاحبه؟ اكيد بالماي. تعال نستقبله. وين هو اللي تستقبله؟ بيكون قال له رجع رجع. كل عندك؟ ثمانية. ثمانية، أنا معي ايش قد؟ قديه؟ معي 12. كذاب. 12. كذاب ولا من ساعة قلت لي معك 11. كنت عم بمزح معك، كان معي 7 يومي. كذاب. لك معي 7 كان. لا كذاب. ايه كفو 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 اساسا كيف بدي اخلي لك اياه. حلو واخيرا بطز الغوطه. لا 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 لا. 1 2 3 دخلك انت وهالرقصه. ما ادري اصلا.